فكرة الخلط بين الملكية وبين التحرير، لماذا يجتمع رؤساء التحرير بالنيابة عن الملاك في هذا الاجتماع في تقدير حضرتك؟ ما هو ده يمكن النقطة الوحيدة اللي يعني اللي تؤخذ شكلا على الموضوع مش مضمونا كمان، لأنه يمكن حضرتك قلت من شوية وما الذي يمنع أنه الذين حضروا كانوا ينوبون عن ملاك السحر، يعني ليسوا أعضاء أصلاء في هذه الغرفة إذا ما كتب لها أن. هل حضرتك قابل أن أنت كرئيس تحرير أن تنوب عن المالك؟ يعني أعتقد أن مسألة استقلال الصحفي حتى في مواجهة المالك مسألة مبدئية بالنسبة للصحفيين. الحضور هنا النيابة هنا مش أنا ما بدافعش عن حد ولا أنا بتكلم عن إذا كان بقول إذا ما بقولش حتى لأنه ما حدش قال إنه حضر نيابة ولا ما حضرش ما حدش قال النقطة دي أنا بأخمن بقرأ المشهد من الممكن جدا أن يكون الذين حضروا كانوا ينوبون عن ملاك السحر وانه من في مرحله تاليه تكون هذه الغرفه خاصه. هل ده مقبول فكره ان ينوب الصحفي عن مالك الجريده في النقطه دي؟ انا يعني اصل هنا ما فيش خلط بين لانه مش معناها انه يعني مش ممكن يعني حضرتك دلوقتي كصحفي يمكن في لحظه من اللحظات لو انت مسؤول تحريري في الجريده ان تتعارض مصالحك المهنيه مع مصلحه صاحب الجورنال، ده مش وارد؟ ايوه بس في النقطه دي انت بتتكلمي عن حضور اجتماع مش عن ممارسه اي عمل او ممارسه اي دور. طب انا هرجع لحضرتك تفصيل اكتر في النقطه دي لكن انا معاك.